يعني ما كانش نكات معاه، لكن في الناس كانت بتحترمه بعد كل مباراه. استاذنك طيب اخد المهندس محمد عادل نلحقه قبل ما ينام. باشمهندس محمد عادل المشرف العام على الكره بنادي المكرونه العرب. باشمهندس اهلا بيك. اهلا اهلا بيك يا كابتن، كويس اللي احنا لحقناك. اهلا بيك جميعا. كل سنه وحضرتك طيب. الاول بمناسبه الوالد النبوي الشريف، ويعني ربنا يعيدها علينا وعلى الاهلي بخير يا رب يا رب. وطبعا بهنيك وبهني نادي المقاولين على المستوى الطيب اللي قدم النهارده في مباراه المقاولين العرب. النهارده كانت مباراه مهمه جدا، مباراه اعتقد ان 3 نقاط غاليه جدا عن نادي المقاولين. سلسله انتصارات متواصله ما شاء الله مع عماد النحاس، يعني الف مبروك. الله يبارك فيكم، شكرين جدا على التهنئه، وربنا يكرمنا دايما كده ونبقى موفقين في المسيره بتاعتنا. هو نادي المقاولين يستحق يا باشمهندس. الله يخليك، يعني يستحق ان هو يكون في مكانه كبيره في الدوري، يكون في مراكز متقدمه دايما في ظل الامكانيات الكبيره نادي المقاولين. والله زي ما انت عارف ان احنا يعني اداره نادي المقاولين على مدار عصورها كلها دايما بتبحث عن مكان متميز في الدوري. نادي له يعني ثالث نادي في مصر وحصول على البطولات، وبنسعى دايما ان احنا يعني يمكن اخر بطولتين كانوا في سنه 2004 و2005، يعني بطولات قريبه برضه مش بعيده قوي، وبقى ثالث نادي في مصر. عندنا الامكانيات الحمد لله، الادارات النادي على مدى السنين اللي فاتت كلها من يوم ما انشئ النادي هو عنده الطموح دايما ان هو يحقق بطولات، طموح دايما انه يقدم لعيبه لمصر. ولو شفت خريطه اللعيبه اللي في مصر اللي لعبت في النادي، حتى معظم جيل كتير برضه كبير جدا لو قعدنا عندهم من اللعيبه الكبار قبل حتى ما كانوا بيعتذروا كانوا يمكن بيلعبوا في نادي المقاولين العرب، لوجود امكانيات كبيره وادارات ناجحه. اكيد يا باشمهندس، يعني سلسله الانتصارات اللي محققها المقاولين مع عماد النحاس، ودايما عماد لما بيطلع في اي حوار تلفزيوني بعد المباراه دايما بيقول كابتن علاء نبيل وليه الفضل، وكابتن علاء نبيل عمل فرقه روح حلوه جدا من كابتن عماد. الحقيقه كابتن عماد عاشته قبل مني بكتير، شخصيه خلوقه جدا، محترمه جدا، بيحترم الاخرين عشان كده الاخرين بيحترموه، ما بيدعيش لنفسه رغم الجهد اللي هو بيبذله. وطبعا يمكن جهد لازم نعترف كلنا جميعا ان جهد واضع على الفرقه وعلى اللعيبه وتوظيفها، حتى المعنويات بدا لو اللعيبه بتلعب بروح ومعنويات بداش المدرب، لو في خلط في الملعب والجنوب بدا شغل المدرب. هو الحقيقه كابتن عماد ربنا يوفقه، وانا يعني مستبشر ان شاء الله خير، وخصوصا ان الكابتن عماد لما قعدت معاه ما قاليش ما اتكلمش فتيات قد ما اتكلم انا عايز اعمل حاجه بنفسي. وبالتالي الانسان اللي عنده طموح وبيشتغل عليه مع قدراته ربنا بيوفقه دايما. اكيد يا باشمهندس، كان في تارجت معين حضرتك متفق مع عماد النحاس عليه، ولا ممكن التارجت ده يزيد بعد النتائج الايجابيه اللي عاملها عماد النحاس؟ والله زي ما انت قلت كده، احنا بعد ما عماد عمل سمعنا انا في عماد النهارده اكيد يعني هنقعد بعد اللي حصل ده ونتكلم كلام تاني. حتى اللعيبه قبل استعداد يعني مع الروح اللي عملها عماد في الاستوديو قبل استعداد لهذا الكلام، لا قلت لهم لا احنا هنعمل تارجت تاني. حتى كان موجود رئيس النادي محسن صلاح قال لهم احنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده لا احنا لازم نعمل تارجت ونسعى لهذا التارجت ونكافئكم عليه. ممكن تغيير في اللوائح تضيف بنود في هيحصل تغيير. هنقعد انا وكابتن عماد ان شاء الله ونحط حاجه جديده، طموح جديد لازم دايما في كل فتره. بالظبط، يعني احنا عدينا فتره طموح معينه، لازم طموحك ما يديك بقى، لازم تبدا بطموح اخر وتحط لنفسك واللاعبين حافظه. ربنا بيعوضه على الفتره. انا بشكر الجهاز طبعا بالكامل، كابتن عماد، كابتن علاء ابو غني ده برضه ابن النادي، كابتن احمد زهران ابن النادي، رامي ربيع برضه اللي كان في الاهلي ولعب 5 سنين في النادي، كلهم مجموعه قلبها على النادي، قلبها روح بقت كويسه موجوده زي بقيه الاجهزه. واشكر اللعيبه بتاعتنا جدا الحقيقه لانهم كانوا عندي المسؤوليه وقعدوا في مجال كابتن عماد واقفوا بوعودهم، والنهارده حتى في القعده هم
احنا عايزين نعمل حفل تاني بقى نبص لنظره ثانيه وان شاء الله نبتدي نعمل حاجه ثانيه وربنا اللي بيوفق في الاهلي اللي يكون فضلهم عندنا قناعه ان كل شيء بفضل ربنا والتوفيق والنوايا الصافيه بتوصل دايما لنتائج دايما. اكيد يا باشمهندس، يعني اخر سؤال عشان اسيب حضرتك تنام، انا عارف مش عايز صار حضرتك، يعني اخر سؤال، المقاولين دايما بيبقى فيه استقرار فني، بتعملوا حاله من الاستقرار للجهاز الفني، في استقرار اداري، وبالرغم من كده المقاولين ما بيوصلش لطموحه كل سنه، يعني ابرز السلبيات اللي حضرتك بتحط ايدك عليها كانت ايه؟ هو لازم نبقى صراحه مع بعض، ان معظم اللعيبه لما بتبقى ما بتش قادر تحافظ على مدار وقت طويل او سنوات كثيره بكم اللاعبين ذوي الكفاءات والخبرات العاليه، لان احنا برضه من ضمن اهدافنا خلي بالك نادي المقاولين العرب برضه انت ما عندكش موارد خالص غير البرزنتيشن الكلام فانت برضه من ضمن مواردك اللعيبه ان انت بتسيبها لانديه اخرى او بتسفرها بره فده برضه مش محمد صلاح فيها لازم تعمل توازن والا انا حافظت كل اللعيبه مش هقدر اصرف الدوري لان الدوري عشان تحصل على بطولات محتاج كم مصاريف زي ما احنا شايفين ضخم وخصوصا الايام دي بقى يعني حاجه مرعبه خلينا نمشي برضه جزء بنبيعه او بنصفره بيساعد في الصرف على الارض هي دي النقطه لو انت قدرت تحتفظ كل المجموعه لو انا خمس سنين الفرقه دي عندك تعرف طلع مجموعه من اللعيبه القويه جدا كان ممكن يكسروا لكن ما بنقدرش سالوا في نني وصلاح تاني ولا لا؟ يعني كابتن شريف عبد المنعم بيقول لك في نني وصلاح تاني في قطاع الناشئين يا باشمهندس؟ كابتن سلمت عليك كابتن شريف عبد المنعم كابتن ماهر امام كابتن اسامه حسني طبعا بيمسوا على حضرتك باشمهندس مساء الخير الاول مبروك مساء الخير مبروك عليك الماتشات اللي فاتت دي انا متابعين طبعا انه كان في حاله عدم توفيق قبل كده انما اللعيبه هي واللعيبه بتادي والروح الجديده وعلاء نبيل قال لك حتى انا عارف كنا متابعين قال لك تعالى نغير بقى نشوف وش جديد يدينا حظ جديد وكلام من الظاهر الكلام ده برضو موجود في الكوره حاجه زي كده واكيد يعني بس انا عايز اسالك سؤال بيقولوا لي ان انتوا اغنى نادي في مصر ايه القصه دي انا عايز اعرفها منك بجد مين اللي بيقول هذا الكلام قاعدين يقولوا محمد صلاح والنني وعندك اثنين ثلاثه لعيبه طب انت بقى بدل فتحت هذا الموضوع انا هقول لك بقى عشان محمد صلاح والنني طيب وده موضوع انا قلته قبل كده وبس الاهلي يعني احد الصحفيين احكي لك القصه قصه باختصار شديد وانا بتعمد اقولها علشان مصر تتعلم منها بقيه الانديه لما مسكت الفتره الاخرانيه وقريت في لائحه الاتحاد لقيت ان في حق رعايه للاعب للنادي بتاعه اللي قعد فيه من سن 13 ل 23 سنه وحق الرعايه ده عشان برضه الناس تبقى عارفه ال 10 سنين دول بتساوي كل سنه نص في المية من قيمه عقد انتقال اللاعب بأي مراحل ينتقل فيها. يعني مش معنى انه بعد 23 لو انتقل لا هي يعني الفترة من 10 من 13 ل 23 لازم نبقى عارفين ان أي نادي كان اللاعب ده موجود فيه بيلاقوا حق في انتقاله على طول. النادي الأهلي بالمناسبة لما جيت أعمل الطلبة بتاعت النني عمل النني كان ليه سنة في النادي الأهلي. وبالتالي لما بعت للارسنال بعت السنوات المقاولين العرب وبعت السنه بتاعت النادي الاهلي ويمكن اتصلنا بالاهلي وعملنا حسابه بتاع بس قعد الصحفي طلع قال الاهلي كالعاده لاول مره يصدر مصر في تاريخ مصر ويحقق لا انا بقول انا المقاولين العرب هي اللي قالت هذا الكلام وهي اللي حققته بس يا ريت بقى في لعيبه لنا كتير بره اللي مسؤولين في الانديه يعني في الكوره يتابعوا هذا الكلام ده حق ولعلم حضراتكم بيجي بمنتهى البساطه بمجرد مراسلات مع الانديه احنا راسلنا الارسنال وتشيلسي وروما وليفربول ومحمد صلاح والنني كله كان مستجيب لهذا الكلام كله كان ملتزم والامور مشيت بسلاسه جدا مفيش اعلان نجاح قرار الاتحاد
شكرا جدا يا باشمهندس وكل التوفيق ليك مع نادي المقاولين العرب، كل التوفيق لعماد النحاس، وان شاء الله تكونوا في مكانه يستحقها نادي المقاولين العرب.